حوارات معكم في اكسبريسو، ما زلنا نواصل موعدنا حتى للتسعة ونصف. تسويت حوارنا باش يكون حول موضوع مهم على مستوى دولي وحتى على في بلادنا. عودة من جديد للحديث على موضوع كنا وخلنا انه خليناه ورانا، لا ما زلنا نحكيه على الكوفيد وما زلنا نحكيه على متحورات فيروس كورونا، متحور جديد لفيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تتحدث على المتحور الجديد هذا اللي اسمه اي جي 5، اللي قاعد ينتشر في عدد من دول العالم. خلينا نفهم الوضعية في تونس اليوم، هل تم رصد المتحور هذا من خلال عملية التقطيع الجيني؟ فما إصابات تم رصدها؟ اسكو تعدينا مرحلة العدوى بالكوفيد ونقصت الأعداد ولا ما زالت؟ كيف كيف الفاكسان، الناس اللي عملت فاكسان ما زالت الفاكسان هذيك تعطي خلينا نقولوا الحمايه اللازمه، ولا لازمنا دي فاكسان جدد ونعاودوا تلقيح منه الجديد ونعملوا رابيل جديد؟ اسكو عندنا القدرة هذا كان المتحور هذا ينتشر ويدخل لبلادنا وينتشر معناتها بعد عندنا التلقيح اللازمه ولا لا؟ هذه كلها اسئله قاعده تطرح في نهارين هذوما بالحديث على هل متحور جديد من فيروس كورونا. معنا الدكتور الهاشمي الوزير، عضو اللجنه الوطنيه لمجابهه فيروس كورونا. صباح النور دكتور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، صباح الخير وصباح الخير لجميع المستمعين. مرحبا بك دكتور. متحور جديد لفيروس كورونا العالم الكل يحكي عليه، منظمه الصحه العالميه. اخذر انت ديجا الاسئله اللي قلتهم هما صحاح ومطروحه وبارك الله فيك، اللي شملت معناها الحوصله على الوضعيه. الوغ باش نبدا نجاوبك توا، صحيح دونك اي جي 5 هذا متغير جديد، هو متغير جاي من المتغير اوميكرون اللي هو اكس بي بي 1، هو اللي صارت فيه دي دوتر ميوتاسيون اثنين ولا ثلاثه. الوغ الحكايه شنو هي واللي الانتباه نتاع الناس في العالم، خاطر هو هذا موجود المتغير هذا ليه مده من شهر فيفري 2023 معناها ضر في بعض البلدان. وبعد الحكايه سكو النسبه نتاع المتغير هذا في من جميع التقطيع الجيني اللي يصير عالميا هي تكبر. اوكي، وصلت في الصين 30% المتغير هذا، في كوريا 15%، جابون 11%، في انجلترا واوروبا اقل 2 1 2 3%. لا هي يطلع حتى الفرنسيس لهم يقولوا توا التقطيع الاخرانيين اللي يعملوا فيهم ولات نسبه عمل ترتفع. هذا شنو معناه؟ هذا يرد يوري اللي فما متغير عنده القدره للانتشار. توا من ناحيه المرض اللي والاعراض، ما فماش حاجات معناها جديدة مقارنة بالمتغير أوميكرون اللي هو عرفناه بالكدا واللي انتشر كثيرا بما فيهم في تونس، اللي معناها عادة تكون حالات أقل خطورة من الحالات اللي كنا نشوفوها قبل مع المتغير دلتا في أول الجائحة، لكن تصير تعكرات عند فئات معينة من الناس. وباقي كيف كيف معناها لا بريزونطاسيون كلينيك احنا نقولوا الي لا ميم، لا با شانجي، ما جاش متغير اللي عمل حاجه جديده ولا اخطر ولا نفس لي سيمبتوم معناتها اللي قاعد نفس لي سيمبتوم تاع الميكرون نفس لي سيمبتوم. الحاجه اللي هي تو نتبعوا فيها بالكدا، اللي اسكو النسبه الكبيره نتاع المتغير الجديد تزامنت مع ارتفاع نسبي لحالات كوفيد بصفه عامه والا لا؟ فما ناس يقول لك ارتفعت نوعا ما في مكان معين في، والله الحق تو ما عنديش الارقام في تونس، لكن بو احنا لا سيتويشن الي ستابل، احنا من لينا مده اللي معناها هبطت نسبه الحالات الجديده والوافده معناها الى حد معناها ولا فيروس سيركول، وهذا كنا نعرفوه من قبل حتى المنظمه العالميه للصحه كي قالت ما عادش فما جائحه تو، لكن الفيروس هذا ولا متواجد وباش نكملوا نعيشوا معاه ويلزمنا ناخذوا معناها الاجراءات الوقائيه والاجراءات معناها اللازمه كما في فيروسات اخرى بما فيهم معناها النزله الموسميه معناها دونك ولا هكا ولا عايش معنا. بون كي يجيو تغيرات جديده ولا يجيو ارتفاع في نسبه نتاع متغير سبيسيفيك هذا اي جي 5 اللي هو صنفته المنظمه العالميه للصحه ك فاريونت اوف انترست، معناها لازم نتبعوه مش فاريونت اوف كونسيرن. فاريونت اوف كونسيرن هو
نجم نقول احنا اكثر معناها هو ينجم يشكل خطوره اكثر ولا ينجم يشكل اشكال معناها مش خطوره انترانسيك مي اشكال بقدرته على الانتشار. دونك هذه هي الوضعيه ما فماش معناها ما يلزمش نرجع وماناش راجعين للبانديمي لكن معناها موجود الفيروس هذا له دور. الو حاجات اخرين انت قلت التلقيح اكسيتيرا التلقيح مازال هو الوسيله الهامة اللي نجم إذن نستعملها لتفادي التعكرات okay. بما فيهم أنا قلت لك قبيلة اللي التعكرات تصير في فئات معينة دونك التلقيح يلزم يكون موجه وإلى ريكوموندي احنا نقوله معناها ماهوش إجباري ولا للناس الكل كما بدينا وقت أول البانديمي لكن يكون موجه للفئات التي إذا كانت في علاقة بالفيروس تصير فيها معناها حالات قد تتعكر اللي هما المسنين دونك تنجم تكون انت والحاله الصحيه 60 65 سنه 70 سنه دونك انت سكون ابل احنا لاش فيزيولوجيك فهمتني معناها مش هو بشرطه وقت معين فما الناس اللي عندهم نقص في المناعه بما فيهم اللي ياخذوا في ادويه ضد امراض كما مرض السرطان ولا حتى امراض اخرى نتاع جهاز المناعه تنجم تنقص في المناعه وينجم يكونوا عرضه اكثر للتعكرات و دونك واللي عندهم امراض مزمنه دونك دوك هذوما معناها هما داير اللي يجيو فيهم الحالات التي تتعكر وحنا بالمناسبه هذه نحثوا الفئات هذه باش تقدم على التلقيح الموجود اللي هو توا فما عندنا في تونس انت قلت موجود ولا مش موجود انا متاكد لك اللي فما موجود التلقيح الكميات الكبيره وعندنا البيفالون احنا نسميه البيفالون اللي هو موجه ضد السلاله الاولى للفيروس وايضا سلاله اوميكرون والتلقيح هذا ورى النجاعه ورى السلامه نتاعو والنجاعه خاصه في الحمايه ضد التعكرات. فوالا هذه هذه معناها بسطه ما يلزمناش نحولوا برشا يلزمنا نتبعوا وهذا داير اللي تقوله المنظمه العالميه للصحه واللي يقولوه برشا ناس سي فغي معناها الوسائل الاعلاميه والجورناليست اكسيتيرا كيف يراو هكا ساعات ديزوغمونتاسيون يحبوا يستفسروا كل هذا معناها واجب وحنا لازم نعطيو المعلومه لكن ما يلزموش نكبروا زاده ولا نقولوا لا باش نرجعوا بانديمي وناس راجعين للبانديمي بانديمي وفات لكن مازال الفيروس يدور ويلزمنا نحميو الناس خاصه الفئات التي حالتها قد تتعكر. مرحلة وخليناها ورانا مرحلة الجائحة الحمد لله طمنتنا دكتور كيف تقول الكلام هذا إلى حد الآن ما فماش تسجيل للمتحور الجديد في بلادنا ألوغ في بلادنا في بلادنا ما سجلناش لكن معناها آخر تقطيع جيني اللي صار وموا في معهد باستور خاطر فما أماكن أخرى يصير فيها تقطيع جيني ماهوش لا يصير بصفة كبيرة برشا في البلاد التونسية خاطر ما عادش عندنا برشا فيروسات وبرشا حالات لكن آخر مرة ليه شهر ونص في معهد باستور ما عثرناش على المتغير هذايا اللي هو طرا في بلدان اخرى اوكي بون توا يلزمنا نعملوا تقطيع جيني اخر معناها سيري اخرى احنا نقولوا على الحالات الوارده الجديده للتثبت كان الفيروس ولا المتغير هذا توجد ولا ماهوش موجود في البلاد التونسيه دونك نجم نقول لك لا ما قبل شهر ونص التالي دونك شهر معناها بتاتر مي جوان لكن توا ما نجمش نعطيك المعلومه على خاطر ما صارش تقطيع جيني والا بتاتر صار اياه ما عنديش المعلومات على نتائج بتاع تقطيع جيني غيسونت حديثه. يعني خليني نفهم معك دكتور الى حد الان الوضعيه مطمئنه ما تمش رصد الفيروس في انتظار انه تصير عمليه تقطيع جيني وباش يقوم به المعهد معناتها في الفتره هذه وقتها هذا هو معناها انا قلت لك التقطيع الجيني اللي صار على معناها ديزيشونتيون جاونا لهم شهر ونص التالي ما لقيناش فيه المتغير هذايا اوكي دونك لكن ما نجموش نقولوا اللي اليوم ما فماش على خاطر لينا شهر ونص ما عملناش تقطيع جيني يسبو كان نعملوا باش نلقاوه والا ما نلقاوش جو سي با دونك يلزم نثبتوا وكان نلقاوه باش نعملوا عليهم فما حتى مشكله اوكي واضح واضح دكتور الهاشمي الوزير شكرا لك دكتور على توضيح كل هذه المعطيات حول المتحور الجديد من فيروس كورونا برشا
اكثر الحديث في العالم وحتى في تونس. منظمة الصحة العالمية حتى دخلت وعطات وبينت بعض التفاصيل على هذا. على هذاك حابينك تكون معنا وتعطينا حول الوضعية في تونس وامكانية التعامل معها. تلقيح موجودة، دعوة لكل اللي يسمعوا فينا، وانه خاصة الفئات اللي ممكن كما كنت تذكر دكتور وضعيتها الصحية تتعكر لا قدر الله اذا كانت مصابة بالفيروس، دعوة انه نمشي للتلقيح من جديد ونجد ونعملوا الرابيل متاعنا، مهم جدا. شكرا لك دكتور هاشم الوزير، يعطيك الصحة على التدخل معنا وتوضيح كل هذه المعطيات حول هالمتحور الجديد من فيروس كورونا اي جي 5 اللي قاعد الحديث عليه بشكل كبير اليوم على مستوى العالم. الحمد لله إلى حد الآن وضعية مستقرة في تونس في انتظار نتائج التقطيع الجيني، وحتى إذا كان تم رصد بعض الحالات نتصور ممكن تعامل معها، على خاطر تقريبا هالمتحور هذا جاي من متحور أوميكرون اللي انتشر بشكل كبير، وحتى تعامل معها في بلادنا معناتها تعاملنا معها خلينا نقولوا كانت بأخف الأضرار. مازلنا نواصلوا معكم في إكسبريسو، فاصل قصير وراجعين لمواصلة المواد معكم.